كوفي. لو قبل ما نحكي هنا على كيف الفرق بين الفرق نحكي على الاثنين كفيتشرز وهي مهمة حتى في الاستديو. كيف نقول ان شخص عنده فيوجن؟ والله يقولوا ان عنده فيوجن بالاتي. There will be decrease in tactile vocal parameters, decrease in chest expansion, there will be stony double percussion note, and there will be absent air entry على the area of the fusion, وحنسمعه bronchial breathing, وهذه MCQ مهمة جدا حتى هي, at the upper end. احنا نقولوا عند الابر اند اوف يور فيوجن نسمع برونكيال بريث لان الفلويد اللي بيدفع اللنج باللوطه اللي راح كلها فانت في نهايه الفلويد فيوجن حتحط سماعتك على كلات اللنج وكلات اللنج حتعطيك برونكيال بريث فانت حتسمع كيف بنقول لايك ذات انا فلويد ولا لا تعب اللنج هذه كلها شيء يصير لها يقدر الفلويد يسحب من فوق واللنج كلها تيجي كلابس انت وهذا كلها هيجي فانت تسمع انا نو اير انتري نو اير انتري نو اير انتري جهه تسمع برونكيال بريثنج لانها كلها بتتنقل ثم جهه تسمع نورمال لو كانت ما هيش ماسك بلورا لو كانت ماسك مش هتسمع نورمال لو كانت ماسك هتسمعها كلها ابسنت لذلك ات ذا ابر اند بلورا فيوجن ممكن نسمع نحن برونكيال بريث ات ذا ساوند ما عندهاش سبيشال ات ذا ساوند فهي هيك بالكلينيك نقولوا عليها فيوجن ثم نصنفوها نحن اذا ترانزيت ثم يهمني انا اتوى كيف في الانفستيجيشن. How could you investigate a case of pleural effusion؟ هنقولها رقم واحد chest x-ray. لازم تجيب chest x-ray to confirm ان هي pleural effusion ومرات يطلع عليها كود تطلع ماس يطلع اي شيء يبين عليها في الاكس-ray. So chest x-ray هتعرفين pleural effusion. وانتم عارفين ان obliteration cost angle هموشيناس وباستي وكريسين شيء في الهبر بورد ثم هنطلقوا بلورا الاسبيريشن ونقول عليه نحن بلورا الكامل هذا اهم حاجه بلورا فيوجن اول حاجه تديرها بعد ما تاخذ السامبل اول حاجه تديرها صنف الجلود لان اكزودت or transcendental. وانا يجي اشهر سؤال على البلور فيوجن لايتس كرايتيريا هذا اشهر سؤال بعد الاكزيت والترانزيت هيجيك سؤال ثاني هون نحن نستخدمه في حاجه اسمها لايتس كرايتيريا باش نميز بين الاكزيت وما بين ترانزيت لايتس كرايتيريا لو كانت بوزيتيف هيشيلني توورد لو كان نيجاتيف هيشيلني توورد ترانزيت فنحن لو طبقنا الرايس كريتيريا نحن نقدر نقول اكزودت ونفكروا هنا او نقول ترانزيت ونفكروا هنا شنو هي الرايس كريتيريا؟ قال ثلاث حاجات قال بلورال فلويد تو سيرم البومين هيكون أكثر من 0.5 وبلورال فلويد في السيرم ال دي اتش يكون أكثر من 0.6 وقال إن البلورال فلويد ال دي اتش هيكون أكثر من 2/3 of the upper limit of blood LDH. هو ده ثلاثة كالكوليشن قال نسحبه أول حاجة الألبومين اللي هو معادلة والألبومين معادلة هذه الجورة فلويد شو سيرم ناخذه من الدم وناخذه من الجورة هذا سيم تايم ونشوفه نشوفه لو كان الفلورا فلويد ألبومين شو سيرم ألبومين مور ذان 0.5 هذا اكزيت لو كان الفلورا فلويد LDH إلى سيرم LDH مور ذان 0.6 هذا اكزيت ولو خليت ال DH بروحه وخليت ال DH بتاع السيرم وجيت ان ال DH البلورا فلود يطب اكثر من ثلثين بتاع البلد انا يعني مور ذان 2/3 اوف ابر ليمت بتاع البلد